مرحبا بالجميع في فيديو اليوم. أتمنى أن تكونوا بصحة جيدة، وفي هذا الفيديو جئت لكم بواحد من أشهر المواقع التي يمكنكم بها تهكير أي لعبة وأي تطبيق تريدون، لكننا في هذا الفيديو سنركز على لعبة لودو ستار. إذا أردتم معرفة الطريقة احرصوا على تتبع هذا الفيديو إلى الأخير. فنبدأ على بركة الله. كما ترون هنا لدي بعض الخانات التي يجب ملؤها. أول شيء هي كتابة اسم المستخدم الخاص بك في لعبة لودو ستار، أحرص على كتابته بطريقة صحيحة أيضا. بعد ذلك تختار الكمية التي تريد من الموارد، وبالطبع الكل سيختار أكبر عدد ممكن من الكوينز. بعد ذلك تقوم بالضغط على زر جنريت. هنا وفي هذه المرحلة لا تضغط على أي شيء، فهنا الموقع يتأكد من أنك إنسان ولست روبوت، وإذا شك في أنك روبوت سيعطيك بعض المهام الصغيرة والسهلة لكي تكمل واحدة منها فقط، وهي مهام تختلف على حسب البلد الذي أنت منه. ولتقريب الفكرة لكم سأقوم بإكمال أحد هذه العروض الخاصة ببلدي. يجب علي التسجل في هذا الموقع المجاني. الطريقة سهلة جدا، سأقوم بكتابة الرقم الخاص بي لكي أتوصل برمز على هذا الرقم، وبكتابتي لهذا الرمز أكون قد أكدت الدخول الخاص بي، وبالتالي الموقع تأكد من أنني إنسان وجميع الموارد ستذهب تلقائيا إلى حسابك في اللعبة، وهي نفس الخطوات في جميع الألعاب وتطبيقات الموجودة.